السيدة هالة بليدي شخصية العام للمرأة القيادية. هي تناضل في كل الساحات، ترفع يديها بالسلاح، تزاحم الرجال في الساحات والمظاهرات. إنه جسد مقاوم لا يعترف بحدود الجندر، فإن تعلق الأمر بالأرض لا فرق بين رجل وامرأة إلا بالنضال. ناشطة اجتماعية، عضو في المؤتمر العام السابع لحركة فتحة، من أوائل النساء اللواتي التحقن بالعمل الأمني لتكون عضوا في جهاز المخابرات العامة كأعلى رتبة نسائية في الجهاز. رئيس اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي، عملت على تشكيل لجنة تعنى بمتابعة قضايا النساء العاملات في القطاع الأمني، عضو المجلس الوطني الفلسطيني للدورة 23، مدير العلاقات العامة المركزية في جهاز المخابرات العامة، شخصية العام المرأة القيادية العقيد هالة البليدي.